العمل القادم ديالي ان شاء الله يكون باللهجه المغربيه ويكون مع الناس ان شاء الله كما العاده، لانه تعامل دابا مع واحد من المع يعني من المع الناس اللي كيديروا فريمون كيبدعوا في الكلمات والالحان اللي هو توفيق المغربي. وكنبغي نشكره لانه واحد دبتو معايا بزاف هذه الفتره، وكنقول له شكرا لانك درتي لي واحد لا شانسون اللي انا مفتخره بها بزاف اللي كتعاود على حنان. وكنقول شكرا للموزع اللي وزع لي لا شانسون رشيد محمد علي، وكنشكر كاع الناس اللي كانوا معايا في هذه الفتره اللي انا فغيم ما عرفتش شنو ستريسيتهم اكثر ما انا جو سوي ستريسي.